بصر وبصيرة، والسلام عليكم. بدنا نحكي عن الاختبار. الاختبار سبق التعبير. انتو اختبروا، وفسر الماء بعد الجهد بالماء. لحوا الكتاب صوموا تصحوا. قال له ما بقطع صوم تصوم، ما بقطع صلاة تصلي، كل عمل عبادي من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله، ولكن في صوم الجسم هذا كلنا فينا، بس في صوم بعدين كل ما هو دون الله، دون الإلهية، يعني الدنيا وبمن فيها، لا تشتهي، حسد، كله كله، كل عمل عبادي يا أخوتي. صرنا عبادي خلاص، هذا الكتاب هيك تصفح فيه اليوم. أنت قد قلت شو هالمجنونة أشي كاتبه؟ يا الله، نسابق على جمع المال وزيادة العيال للتفاخر بما لدينا من مال وغرور بالسلطة وبالقوة، فحولنا النعمة إلى نقمة والرحمة إلى رجمة. لماذا لماذا لماذا؟ لأنه المال زينة الحياة الدنيا. وتبلشوا تقروا أي صفحة أي صفحة. يا الله، ليس السعيد من يعيش بحياته بدون مشاكل، السعيد هو من يرضى بقدره ويقتنع. لتكن مشيئتك يا الله والحمد لله، لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم يا حبيب قلبي، شو بدي لكم؟ في كثير كثير كتاب حلو كثير. نعم، النعمة من الله، ولكن هل عم يستعملها خادم الله؟ ظل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى صرت يده وعينه. خلقت الخلق لأعرف، شو عم نعمل؟ بزعل لما بيقول لي المرشد الكبير عندي، مريم وحدك أنت بالأمة العربية. بقول له وحدة بس مش بوحشة، ولكن مني وحدة. نطلع شي خمسة عشرة ما بعرف، بس إذا في مريم كون أحلى مني أنت، نصير اثنين إيد بإيد. الله مش بعيد، أقرب إلك من حبل الوريد. هلا زمن الدمار الشامل، شايفين شو عم بيصير. فاذا هلا العزله، بقعد بالبيت اللي بدي اياه، بس شباب صاروا بياخذوني بيجيبوني، بفوت على البيت بقول له يا صاحب الدار، بقعد بقوم بحش. قال له شو باكله؟ ولكن ما احلاك واسمك حلو ومنيح ومدري شو، صرت هيك قد التار. قال له يا خيي، سمعت اخبرك، بروح على الشغل مثل الكلب، بروح بجيب اغراض مثل الحمار، بتعمل هيك عشية بيجي تنام بلاقي حد، صرت نايم حد البقرة، بفتح البراد وصرت أنا طار. قال الرجال بس تكون معصبة معه، يا لطيف شو بده يعمل؟ بروح على الحرب. المرة شو بتعمل؟ بتروح بتشتري تتهتري، واللي عايزتيهم شي لا، بتجيب كيس 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 كيس، جيبي لي إرجيلة. قلت له من قلة الرجال صارت الإرجيلة أبو علي عنا بالإشرافية وأشرافيك. دي عمرك ولي 16، كله بالطعش الطعش الطعش. الحق علينا، الحق علي، كل ما شفت شي بقول سامحني 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 سامحني. فإذا الكتاب خير جليس عندكم يا كلكم، يلي بده يقرا، يلي بده الجبل هو بيطلع الجبل، والجبل بيجي لعندك. فإذا الكتاب صوموا تصحوا اليوم، هيدا كنز منا إلنا كلنا. ادعوني أستجيب، اقرأ ويفتح لكم يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي. لك شو حلو، قال في واحد توجه لعند صاحبه قال له قاصد الله وقاصدك، قال له خير إن شاء الله، قال له أنا بحاجة إلى $1000، قال له كفيك، رالك راي عند الله. مهضومين، الحياة بلا نكتة نكد، كلنا منحط النكتة، ولكن بدنا العلم. بي كان عنده هالعلم، اسمه داوزر، كان معه هيك حديد تاني يطلع، بس كان عم بفتش على الذهب. قالوا له يا منويل يعني؟ قال لهم في كنز هون 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 هون، بس في مرة كان معه هالحديدة وخيي عمره 6 سنين معه ميساك، بشخ تحته 6 سنين بقى ما عملها. يا حبيبة قلبي شهيدة،
حفيدة كان معنا هون جورج حداد. قالت لي يا من وين؟ مبوش هون في شيء مازال هالصبي هون عمله فن بنسميه فنان بفن تحته. نبش بيي ما لقى ذهب مثل ما هو بده بس لقى بير. المي سحبت المي وخاف خي خاف انه بيي بده يضربه. قالت ما بده يضربه. فاذا الداوزر ماشين هالعلماء اللي حطوها كاميرون يا حبيبي انت سنه 1950 قال ما بقبتكن حتى هي بتحسوها مثل ما عمل الامام علي حافه تكون باجريك نقيني ورقيني للناقه. اخي الله شوكتيني الشوكه. قالت له اذا انت ما بدي شوكك. قال له بس انا الملك. قالت له لاني بحبك بدي شكه فيك. هون في شوكه، هون في حجر، هون في بحصه. نعم كنا نعمل خيمه المريض بيي يحطوا بالخيمه. هالخيمه فيها طاقه الهرم ويجيبوا لعند بيي عامل خيمه بجنينه يحطوها. بس الخيمه يفحصها بالداوزر، هاي لقيه قويه، هاي لقيه ضعيفه. يا اخوتي في سحر وفي حسد. نصفل بالقبور على الامام علي والمستنيرين كلهم حكوا عنه ماتوا من الحسد. هلا فيك انت ما معنا داوزر بس فيك تعمل بوندول. انا ماني لابسه بس يمين يسار يمين يسار يمين يسار هون لان بعد في اصبع ناقص قريبا بصير عندنا 12. شفتون في بني ادمين بالكره الارضيه وتحت الارض وفوق الارض وبالبحر في سمك عنده 6. هلا في ناس بيقطشوها انه ما عدا شيء بس بده يجي وقت اللي عندهم هي قويه كثير ان اللي عم بيجيبوها هالطاقه من تحت بيغوصوا وبيطلعوا من تحت وبيشيلوها من رحم الام. الام بس يكون عندها ولد بنسميه معاقه وهيك بتحبه اكثر شيء لانه هو لوفه هو سفنجه نظفها للماما وطلع. بس ما تعملوا مثل ما عم بيصير هلا بالمستشفيات قطشوا لها ايديا واجريا. انا ما بحضر تلفزيون بس بخبروني في مجلات بيبعتوا كل المجلات اللي ما بتعرفوا يين يانغ ما بقى تبعتوا هيك علم. اتركوا العلم للشباب شو راح يحطوا بيت الانسان محمد كيلاني بيت الله مريم نور بعثوا لي دغري بقلكم زينة عراسنا كلنا بسوريا. روحوا لعندها كل نهار سبت بسوريا باللادقية سوق الضيعة بتجيبوا أكلكم لكل الجمعة كله عم بينعمل. تعجبوا بأوروبا قالوا لعملت كريم أحلى من اللي عطيناك إياه. قالت لهم مين مياليك وهي دارسة طب وبعدها تهدر وبعدين فتحت صيدلية. هز اللي بتفتح الصيدلية عنا كلهم. فإذا هاد داوزر ماشين والبوندول أنتو بتعملون أنتو فيكم بس بدك تفهم ذكر أنت. الماما بتحرك الطنجرة هيك البابا بيحركها هيك يلي بيكتبوا بإيد اليمين وبإيد الشمال تركون يكتبوا بالإيدتين ما تضربوهم. انتبهوا ما عنا علم يا أخوتي علم أبدان وأديان بكتاب الصوفي هيلينج بكتابكم أنتو كل يوم شو ما بحط كتاب يعني محطوط لا هيدا الكتاب السلام عليكم 11 9/11. هلا 9/11 يلي حاطتهم الحبيب بصر وبصيره والسلام عليكم. مثل ما هيك كمان ركب اسماء الخلفاء عين 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 واكرم الله الاسلام بالعمرين بعدين 63 63 63 63 63 كلهم. كيف عدل هيك ركبهم وباساميهم؟ جامعنا الجامع جامعنا الجوع الجمعة العظيمة عند المسيحية. ما في مثل المسيح هلا هون بهالشباب وبالنوع خاص هون هلا بهالنيو تي في ما بقى في مثل المسيح. هيدا اسمه شربيل وهيدا اسمه عالم. معنا شاب من اسمعوا لكم مارون الراس واسمه عيسى مارون. قلت له لا انت يعني ما بدي اسال انه مسلم. قال لي نحن الضيعه كلها عنا شيعه جاوبني. قلت بس مارون الراس. قلت له لرئيس البلديه يحكوا كل رؤساء البلديات عندكم ما بدي شيء منكم. بس 28 يوم وداعا ايها المرضان
وأهلا برمضان. رمضان قرآن فرقان إنسان عدنان سمعان كلها كلها رحمن. شو هي الألف والنون؟ أنا بس شوف ولد بيعمل لي هيك. خبرتكم مرة بالطيارة الولد عم يبكي كتير، رحت حكيت أمه عمل لي هيك وقال كلمة، قالت لي هاي تاني مرة بيقولها عمل هيك. هالكلمة هي أرامية لغة المسيح. انتبهوا أبهون برش ماي، تعلموا كم كلمة هيك 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 من هاللغات. كانوا بالكنيسة بي يقرأ أرماني وتركي، دا يقرأ هيك دا يقرأ هيك باثنين البيعوث كلنا. هلا إذا ما بتعرف علم التقمص غير قميصك ما بتلاقي شغل بأمريكا، لأنه هيدي السببية مش صدفة. بنته لتحسين اسمها كارما، والتلفزيون مش لتحسين أبدا، بيو وبي رفيقة حياته. يا حبيبي على سميح وعلى صلاح، في ناس يا أخوتي إذا خليت بلي تفتش عليهم، كل واحد يفتش بالحي اللي أنت فيه، في حي بكل حي، من آمن بي وإن مات فسيحيا. يا حبيبة قلبي ريت ورقة نعوي امبارح، هي اسمها فاطمة ومدري وين، دفنوها بالكنيسة عنا. بس هالورقات النعوي اللي بتقرون، مرته ماتت أرملة فلان، ما هو أرمل كمان، ما كان عم يبكي كتير هالقد بتحبها لمرتك؟ قال لهم لا بس الليلة شو بدي أعمل. أبو العابد كان عم يبكي كتير على مرته، قال له لك ليش عم تبكي؟ قال له ما فيني خبرك ليش عم ببكي. أبو صطيف بده يتجوزها، قال له لا، قال له خليها تقهره، أنا عم ببكي لأنه حسيت بشيء تاني. مرة كان عم بيضحك، قال له ليش بتضحك على مرتك؟ ما هلا وقت ضحك؟ قال له أول مرة عرف لوين رايحة. فولتير كان هيك عم بكرم له مرته، قال له لك سكوت للأبونا، عم بتكرم مرتي هلا؟ ما هي أول مرة بتضب إجريها، وهي أول مرة أنا عارف لوين رايحة. قالت له لجوزها شو بك عم تبرحش بها؟ قال لها هيدا ورقة زواجنا، عقد الزواج. قالت له عم تبرحش فيه؟ قال لها بدي أشوف أي متى بتنتهي المدة، ومهضومين ومنضل نتجوز كلنا. أول يوم تاني يوم تالت يوم خلص راح شهر العسل وبلش يوم البصل على طول، ومنخلف. لو ما في ولاد 100% بيتركوا، بس لأنه في ولاد. فإذا ننتبه نحن هلا 10 مليار الكرة الأرضية ما فيها تتحملنا، لبقى تتناسلوا تكفلوا. في أيتام كتير يا أخوتي، تعوا شوفوا قديش في شحادين، ما تشحدوا حدا أبدا. قالت لي بدفع له أنا لرئيس البلدية كل يوم 100 دولار وهي وهي يا عم بتكذبوا أو كذبي. كل ما شحدتوا عم تعملوه شحاد، عملوا أشهدوا. أنت the witnessing، أنت الشهادة وأنت الرقصة وأنت الإبداع. فإذا العلم ما حدا فيه يمنعكم، كل هاليوم في تقدمة كتب لإلكم، 28 يوم 28 كتاب باللغة العربية، وعندي ألوف بالإنجليزي، برتاح أكثر بلعب بالكلمات. بس باللغة العربية فيض منا كلنا، مش من الحيض، من الغيض، من الحوض الإلهي. ما فيني إلكم بس تكونوا صادقين، ما علي دين لا مادي ولا معنوي. ساعة واحدة اثنين ثلاثة أربعة نص ليل خيلو، ما بقدر. أوقات ضل أيام بلا أكل وبلا نوم، بنسى، بكون غرقانة بشي عشق، عم بكتب هيك. إذا دق التليفون ما بعود برد، بطفيون، بدق مرة مرتين بالنهار يعني، بس بنقص. فإذا شو عم تعمل كل يوم؟ مريم لمريم، مريم لأم الأرض، ومريم لحسن الخاتمة. حضروا فلات لاينر دخيلكم. هلأ في كبسة زر، انتبهوا. رح ارجع خبركم عن هالخبزات، ليش حطيت معهم بندورة؟ هاي الخبز
ما في خميرة اصطناعية وما في مادة MSG. هاي الماما بتعملها والتيتا بالضيعة وأنا عندي ليلى. جوا حش بري. ولأنه بكل مرة شي معزية أو شي خروف أو شي إنسان وحدا وشخ بغسلها بها. ما بروح مطرح فيه أورجانيك بقى بلبنان أبدا. خلصنا. هلا أنا حبيتها هي عم تطلع بلبنان. روحوا كلكن عند رشيد حسن بتشوف عنده أنواع كتير ولبنان هي من أفريقيا منين هي من في منهم حامضين. هي فواكه البندورة فواكه الموز خضرة ذكر أنثى الموز للسعدين شيلوا الموز من البيت وشيلوا الكيوي ببيوتكم مثل الإيدز. عدوا تقروا الكتاب اسمه But I love fruits أنا بحب الفواكه. قري كتاب الإمام علي لا طعام على طعام وأي مثل فواكه وكيف. هلأ ها أقل شيء اللي معه سرطان 100 مرة شو بياكل اللي معه سرطان؟ ببعث له شي 100 ايميل وبيسألني هالسؤال. ما عندي وقت لأقرا. بشكرك يا علي. اسمه علي بتركيا عمره 17 سنة معه سرطان بده يشفي تركيا هالصبح. قاعد عم يقرا وهلا بيبعث لي انجليزي وعربي. التقى بصديق له بيعرف عربي قلت له انا بعرف تركي بس انه ما فيني اقرا تركي. هلا يين يانغ بدنا نعرف ومن كل شيء ذكر وانثى. ابدا بالملح واختم بالملح. احنا اكلنا هون وشربنا هون بيره هون شغلي هون حبه ملح. ما بقدر لكم شربت عند اجو عرق من شي 70 سنه ماني شاربه. كنا بس نطلع على الضيعه افتحوا دمكم الضيعه اللي بنوصل لها عرق حط لي كيس عرق حط لي بقى شو اسمه ثلج اشربي مع هاي بعدين حطي هون ايديك حطي هاي ما فيني لكم. كنا ثلاثه وثلاثتنا شو هي؟ اتركوه يركب مثل ما بده الاعشاب وهيك وانت كمان مثل ما انا بكتب هو عنده هالعشق وغيره 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 في كثير بلبنان. فاذا هي لحالها كم وحده ماما بدي اكل؟ يا ماما هي طيبه كثير. هي لونها حلو كمان ماما. نية. بشكرك انه في فران كتير هلا عم تتسكر ابو فعور وغيرهم بس بطلب منك تحط النصيحه مش بس الفضيحه. هي مؤامره جو معلوف انت حفيده بالروح حطوا الحل يا اخوتي ما فيني يمنعوكم طلعوا هون حطوا على المواقع كلها. انا ما بفهم فيسبوك وفيسلوك ومدري شو هون ما بصدق حدا بمصر انتبهوا ابدا من خاص نهلة الأتربة ما حدا خدمك مثلي استخدمتني عم تستعملني ولا حدا ولا بيت الحق يلي بسوريا على بيعني بدولار بيع الحقيقة بدولار كلهم ولا عبد الله بيت الصياد ما حدا كل واحد حاطط صورتي وكل محل بلبنان حاطط صورة مريم نور ما تصدقون استفتي قلبك ولو أفتوك استفتي قلبك ولو افتوك انت ما بعرف وينو هالكتاب يمكن جيبته معي بس لحقوه محطوط عندكم. كل يوم فيها تفتح كتاب وتقعد وهي الخبزه
عنده سرطان ما ياكل مع البندورة. مثل احنا 32 مع 32 64 وقعدوا جالسين زاوية بتشيل الأمراض اللي هلأ عم تضرب ثه علينا. ولو أنت عم تعملها منا جيران نحنا علي أعدائي يا رب. عم بيزتوا امبارح زتوا والأشرفية بعد الدور مرقت طيارة من عزرائيل عم تنضرب. هاي رح شيل هاي عم بيضربوا الخمسة اللي هون والخمسة اللي هون. ما بيني ما بيني ما بيني امشي ما بيني. شيلوا الكعب كلكم البسوا السرمية ما بتطرطق وما حدا بيسمع دعسة اجريك او كلسات مثل هول بلبسهم انا وبتمشوا فيهم مطرح ما في شتي ما في هيك. فتشوا على كلسات هي او تحطوا بالكلسات بعص الكبار والصغار حطوا لهم هون رمل. ماما معلش نحن هلا ما فينا نروح نمشي برا مشيها بالبيت هيك ومشيها على الطريق ومعلش اذا حطينا فيها بحص. مانيكير بديكير انت بالبيت عملهم قصهم وبرشهم قص وبرش خلصنا. ما كان في حلاق للنسوان ما في اصلا كلمه. كنا كوافير بعدين رحت لعند الكوافير شوفي لي هالتمشيطه كيف فيي بعمري قالوا لي يا تيتا زعلت يعني هقام هيدا مرض يا اخوتي. فاذا قد ما فيكم المضغ الاكل بالبيت خصوص المريض او بتعرف حدا تكون صادقه تجي تطبخ لكم وانت حركي حالك وقومي طبخي وكلوا قد ما فيكم اكل نباتي وتقروا اي كتاب من ادب الحياه لغيره لكمال جمرات كلوا على الشمس بس تطبخوه عم بيموت. ولكن برد كتير برد كتير مشان هيك رو فود الاكل الني ما قدرنا ببوسطن ومطرح هيك نزلنا كلنا مطرح اللي 12 شهر مثل فانكوفر خمس فصول وما في شتا يعني ما حدا عنده كبوت. فيك تاكل هونيك ني بس وقت بيكون في برد نعمل شوربه. قلت لكم عاش بأربع دولارات بالشهر محمد كيداني عمل شوربه اليوم بكره لا 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 ايه لا 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 ايه وهلا على المي جسمه هين ما بتتنفس ما في برانا. وهول اللي عم بيعملوا يوغا انتبهوا كلهم بلبنان ما حدا بس يحط ايده عليك عم بيحط النوايا فيها. انا كان عندي امل بهي اللي بالاشرفيه فاتح ولو قال لي عم جيب بضاعة من أوروبا ما تفتحوا علبة التنك اللي فيها بنادورة ومدري كيف طازة ولو اجت من أوروبا وبدك تفتح لها. خلص بقى هلا بفرجيكم مش اليوم بكره كلمات كتير مهضومة عم بيحطوها على المواقع اليوم. بقرا لكم اياهم بتشوفون ولكن انتو هيدا جسدك هيدا فكرك هيدا عقلك هي نواياك. انت تقول بدي انجح بدي انجح نجحت نجحت. A thought is a destiny. الفكرة هي القدر. فإذا انت قدرك بإيدك انت السواق وانت السيارة ما انت أقوى منها. كل شيء بتشوفه هذا أنا هذا أنا هذا أنا 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 أنا. ولكن وقت بتفكر إنه في موت كل من عليها فان لوين رايحة شو أخذي معي لحسن الخاتمة مع مين رح كون القاتل والمقتول بيتحاكموا علي بالجنة أبو ملجم بجهنم. هي العدل. فإذا كل يوم بدي أسأل حالي شو أكلت؟ شو طبخت؟ وجبة وحدة لقيمات يقمن به صلبه من بعد الساعة 6 ما فيني إلكم شغلي بس إذا جربتوها من بعد الساعة 6 لا مي ولا شيء أبدا. شوفي شو بصير فيك الصبح شوفي كيف بتقوم وفي شيء غريب
لأنه العقل السليم بالجسم السليم، وقت بصوم يومين ثلاثة أربعة ما فيني إلكن، الوحش وبيقوى وبكون عم فتش على شغلي، بقوم بلاقيها بهالجرور، بفتح بلاقيهم بحط إياهم بصير ونرجع. يعني بدلي بدلتين مثل أهل الجماعة، تعودت علي. يعني أول ما جيت من شرق وغرب كل يوم غير تيابي وألبس من أغلى التياب. سكرت هلأ الحمد لله، فتش على أغلى شيء، لا تغالي إلا بالغالي لأنه الغالي رخيص. اشتري أحلى حذاء ألبسه كذا سنة، وبدلي أو بدلتين وكذا سنة، مازال بعدها نظيفة وتعودت عليها. بتحمم خمس مرات بالنهار. شو عم تعمل بحالك؟ لأنك مجوي كتير ولأنك بهلة؟ ولو الولد اللي يصير عنده صعقة بالضيعة عندنا هيك، شو صار له؟ يا ربي مش صار له الصبي، توقفوا أمه ماما شخهم، بفن بالكاسة بيشربها. هيدا علم الصفر، راحت الرعبة. فإذا عندي كتابة، وكتابي لإلي وكتابك لإلك. الحياة بدون كتاب ما فيها قلب وما فيها حياة.